اذا عندها الوحده رجال انا ما بشجعها تشتغل شغلتي انا، بس يعني بشجعها تتدرب على السواقه وتسوق سياره، هيك بشجعها. اما انا شغلتي اعمال شاقه كثير متعبه شغلتي، بس انا مضطره مجبوره يعني لهيك عمل يعني. انا ايمان حسن عز الدين من حما مع عبد الغني، مدربه سواقه وبشتغل على تاكسي بالريف الشمالي، بالريف الشمالي حلب. يعني انا اقدمت على هالشيء لانه انا بحاجه لهيك موضوع، بحاجه لهيك عمل، لانه ما عندي شهاده، عرفت؟ وكان نحن قعده نساء لحتى اقترحوا علي هذا الاقتراح وصرت اشتغل. بدي اشتغل لانه انا طلبات، قام اجاني اقبال على تدريب السواقه وبلشت بالباب الحمد لله درب سواقه. اول شيء تنمروا، بعدين تعودوا علي، وهلا لي سنتين بشتغل هون بالباب، تعودوا جدا يعني. وفي عوائل كثير يعني معروفه بالبلد بتعامل معهم يعني، الحمد لله رب العالمين، لاني انا جد عم بتعب بشغلي، بس بدي تابع مسيرته يعني لشغلي، لانه عندي امانه، عندي اولاد بدي اوصلهم لبر الامان، بدي اصرف عليهم هيك يعني. بطلع لبرا على ادلب، بطلع على سوسيان، على الراعي، على ريف ادلب، على ريف الباب بطلع يعني، بس اكثر شيء بالباب. مثلا بدها تروح على السوق، بدها تروح على كوافيره، على صاله عرس، كله معي الحمد لله. ما بعرف دغري بعالج الموضوع، صرت افهم على السياره شو بدها، مثل زيت مي بفهم شيء، بس اذا بنشر الدولاب بعمل اسعافات اوليه وبروح على مكوم اجيب دغري يعني هيك. بس لهلا ما وقعت ولا بمطب يعني الحمد لله. ايه هلا مثل زوجي مفقود، ما بعرف انه ميت عايش، ما بعرف تمام. وشغلي كافي بيتي، كافي دراسه اولادي، الحمد لله يعني كافي بيتي بشغلي، ماني مثلا عم بغنى من شغلي، بس مستوره الحمد لله. ستي الله يرضى عليها يعني، هي دعمتني شو بدي اقول لك، كاخت صديقه الله يا رب يرضى عليها. متابعيني بشكل عام، اهم شيء اهل الباب يعني، بوجه لهم تحيه انه انا صاروا اهلي وناسي اهل الباب اول شيء. وبدي دعم لانه اولادي بلشوا بالنجاح، وبنتي في مشروع انه تصير كاتبه ان شاء الله باذن الله، يعني بدي دعم معنوي منهم مو اكثر من هيك. وشو بدي اقول لك، ما بعرف، اهل الباب جد وقفوا معي وقفه ما بنساها الحمد لله.